رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب مراد الغيف اللي نعاود نرحب بك من جديد مراد. وصلنا لخروجك من الكلوب مشيت لمستقبل جيبس، تجربة اللي عاودت تنصت بها روحك من جديد. اي بتبيع فرحوا بيا وعملت 3 سنين باهيين كومبلي ديجا، ما نظنش كان واحد من مستقبل معناه ما يكرهني ولا حاجة، الحمد لله يا ربي. رغم ان النهاية ما كانتش ولا بد، نهاية كانت معناها حتى ريت كانت خايبة، ما نظنش كان واحد يكرهني يعني، خاطر وقت اللي طحنا ما كان لعبت ماتش بركة، فك الأربعة الأخرانيين نارنا منعنا. مع كل راني ريت كي نقول لك كان لعبت، مش معناها أنا ميسي ولا رونالدو، معناها كنت نجم نعاون صحابي. شنو صار خايف ما لعبتش؟ ولا صارت كيما قلت لك نتاع حكايه فلوس وواحد، وانا ما نحبش ندخل فيهم الحكايه هذو، فهمتني؟ حكايه فلوس باش يعطي لي هذا وهذا لي وهذا لي وهذا لي، نولي نجبد روحي خيلي، فهمتني؟ انت ظالي على خاطر اصحابك. اوكم صحابي تنجم انت تعرف ديجا صحابي اللي في الجيبش، نجم تسالهم علاش. قالوا لك خذ انت فلوس واصحابك ما ياخذوش. مش كان انا فما زاد صحاب حبوا يعطوا فلوس للكادر والاخرين تكراه هنا على جال 30 مليون ولا 25 مليون، فهمت؟ هذيك المشكله معناها. فسدت شويه العلاقه. امبوسيبل تفسد العلاقه بيني انا وبين جمهور جيبس، فهمتني؟ امبوسيبل، خاطر انا بيناتي انا وياه، انت تصورها انا وقت اللي خمشيت لصفاقس الجمهور الكل خويا ما نحكي لكش، فهمتني؟ معناها امبوسيبل معناها تصير معناها حاجه خايبه بينيتي. بعد مستقبل جيبس كنت تقريبا عاود على الكلوب ظهر لي، عاودوا كلموك. اي وقتها مع سي منصر كلمني سي يوسف وقتها. كلمني سي يوسف وقتها انا حبيت نمشي للكلوب وقت العام هذاك، فهمتني؟ اما قد سي منصر بين 90% 10% فهمت قعدت نستنى اللي انا ديريكت مشيت صححت وقتها في صفاقس، فهمتني؟ وصلوك جزاف الاخرين ظهر لي وقتها من ليتوال والاسبيرونس ولا؟ لي ليتوال كلموك؟ ليتوال معناها مش ما كلمنيش رئيس، كلمني معناها مسؤول بارز، معناها كوارجي كبير بارز وكا زياد جزيل. لا انا ذكر اسمه ليه؟ يعني ذكرته. هي انت ذكرته مش انا اخوي. وعلاش ما مشيتش ليتوال؟ مش مشيتش، فكان جيت فما اوفيسيال نمشي، علاش ما نمشيش؟ انا نعطيك حاجه، ريت في تونس اي جور نقولها يتمنى باش يلعب في ليتوال وفي ليسبيرونس وفي الكلوب بالاكثريه في الكلوب، علاش؟ على خاطر الجمهور. انا نعطيك هذوما 3 جمعيات اي جور يتمنى باش يلعب فيها. كان جاك اوفر ما تعرفش كنت تمشي وما كلمتنيش الكلوب نمشي. واضح به. ندمت قلت على السي اس اس مراد؟ علاش ايش قلت على السي اس اس؟ قلت ندمت اللي مشيت للسي اس اس. اي ندمت. علاش شنو صار لك وقتها غادي؟ ندمت وكا. جمعية كبيرة السي اس اس. جمعية كبيرة هي. اما ندمت. حسيت روحك غريب في صفاقس. مش كان انا. شكون اخر؟ مش كان انا اللي قلت. اي شكون اخر معك؟ باش تسميك واحد بركة باش تسميلكش برشا. تنجمو تسال عليه المرزوقي. اللي هو فلتة اللي عملوا في صفاقس ما عملوا حتى جوا. كره وين نحكي راه انت شوف كيف خرج وشوف السبان وشوف كيف تفهم الحكايه الكل. انت كي واحد انا ناخو ام دو ماتش ام دو ماتش 3 مرات ولا 4 مرات ام دو ماتش نجي نترينا يجبدوا لك اي حكايه يبدو يسبوا كان فينا نحن، مش نحن معناها انا معناها يسبوا في التوال اللي نعيشوا في تونس اللي مش في صفاقس. الجمهور هذا غضبتك الحكايه؟ تغيظك بالطبيعه، انت شناهي انا جاي تو نحب نلانسي كاريري من الاول جديد، جالس في اقصو وجمعيه نتاع كوره وتيران باهي وسي الموصف زاده باهي، ان شاء الله ربي يشفيه وربي يخليه لعائلته ان شاء الله. جيت تلقى فهمت حكيت كيما هكا معناها تتمس، فهمتني؟ انت بكل صراحه نحي فرجاني ساسي ونحي فخر الدين، شكون نجح تونسي في صفاقس؟ ما حناش ينجح يا زلمة. ما تسميش ينجح، شوف السبان يا اخي شنو ينجح الجمهور شنو ينجح شنو هذا الشامبيونا؟ بسام بلعبي تسمى نجح في برشا ملاعبين. علاش بتسالهم؟ تنجم تسالهم تو المعاملة مش كيف كيف. صحيح تحكي لك على المعاملات راني انا فهمتني، ما يعملونيش كيف معناها ولادهم. فما مسؤول حط لك عصا في العجلة وقتها. اي فما سي ناصر ربي يهديه. ناصر نجاح. خويا في شهر الكريم راني مسامحك. شو عمل لك وقتها مراد؟
وقتها مش ما نقولش هددني، حكي لي حكايات، قال لي نجم مصغر في الجرايد ونجم مصغر في التلفزيون ونجم مصغر في الحكايات. مو انا راني اكثر حاجه تهمني في الدنيا ذي هي عائلتي المصغره والمكبر. اذا تغشوا ولا حكي، انا قبل كي كنت نعمل عمال، راني نعمل عمال نروح للدار نلقى امي مسكينه وجهها احمر، نلقى اختي تبكي، نلقى خويا يقول لي راني معاش نجم ندور في الشارع من جرتك، نلقى مرتي تبعث لي تقول لي راك حشمتني خدام دارني. هذوما راني اللي يخدم يغيظني، حتى انسان يحكي علي ما نتقلق الجمله خلف هذوما اللي قلت لك، عائلتي اسمه صغر وعائلتي المكبر، البقيه الكل ما يهمني في حد شيء. انا وقت ذاك في صفاقس قال لي راني باش نمسخك في الجرايد وفي التلفزه في الراديو في كل شيء. سي غربيله هاوكا حي نجمو تسالوه اش عملت عمال؟ وقتاش؟ ما عرفتش انت قلت انا كي نعمل عمال اخي بعمل عملتها شنو؟ ما نقولكش عملت عمال خايب اخويا، ما فيش عمال خايب. ندمت ربي سامحني، كل ما نصلي نقول يا ربي سامحني، فهمتني؟ ان شاء الله ان شاء الله. اما انت غلطت وقتها في صفاق زادة، عملت وقتها مشكله في هذه زادة غلطت فيها. كي ما هو يعني شوف اش قلت لك انا. معناها ما تلقيش انه اليوم كان عليهم. بالطبيعه ليه بالطبيعه، انا راني كنت كرويين مريقل في صفاق باش نبداو واضحين. كنت خارج زادة الكره راني مانيش مريقل باش نبداو واضحين. صارت مشكله في حومتي ربي يهدي سبب خويا، وصلت لهم وعلى فكره راهو لونترونور وقتها اسمه كرول حط ليست وانا فيها وجاوي به، فهمتني؟ يا ما لا غالب خويا اكيد. المشكله هذيك هي سبب خروجك من السي اس اس. رغم اني قبل كنت قلت منيتي نلعب في السي اس اس. هي كيما قلت لك. لكن كي مشيت قلت الواقع حاجه اخرى. مشيت صفاق صرين تاع كوره. تيران باهي. لي جوار باهيين. الرئيس باهي. باش نزيدك يا خير شكون؟ الدكتور زاد باهي اللي هو نائب الرئيس. امين المال باهي. اما اللي تحت هذوكم الثلاثه ما نسميش الاسامي لا علاقه. شنو هي علاقتك برضوان الفالح؟ علاقه طيبه سليم سليم كي نقابلك. وصلك اللي هو قال عليك كلام مش باهي؟ هاي غضتني على الاخر. شنو قال عليك؟ في مشيتك للنجم اللبناني. ماشي لبنان برطون راني على فكره راني انا الجوار هذوكم راني نحبهم برشا، كيما رضوان كيما سيف غزير كيما خالد بدر. علاش؟ طلع علاش؟ خاطرهم رزان، حتى في كلامهم رزان. نحكي لك في الجوار اللي باش نسميهم لك يا اخي، انت قصيتي من خالد بدر فهمتني؟ نحبهم خاطرهم رزان اول حاجه، ثاني حاجه متربين، ثالث حاجه اما تغيظك من هذوكم اكل اللي ياكل خماج ما تغيظكش منهم. حاجك سامحني في الكلم، كان جاي واحد خامش قال عليك. شنو قال عليك؟ هو قال كوارجي اما راهو فاسد وماركة منا. احكي لهم حكايات معناها هما عاودوا لك بلاك شي غلط ولا لي؟ عندي اللي انا ما صدقش الا بالواحد فهمت. بعد لبنان كلموك ظهرلي مستير وشاب وكنت قريب منهم برشا، ظهرلي علاش اخترت باجة؟ بعد لبنان تطاوين تطاوين ولا دي في هذيك اخترت وين اخترت دي في صعيب فهمتني؟ ومستير وقتها والشاب يحبوا على عام ونص فهمتني؟ وانا من زي وقتها نحب نصح على 6 شهور فهمت؟ كاو اختار دي فيه الحمد لله يا ربي، منعنا قبل بزوج جولات الحمد لله يا ربي. واليوم الاولمبي البيجي في وضعيه شنية؟ تنجم تمنعوها ان شاء الله؟ اليوم لازم بالطبيعه، انت كي تشوف الماتش تشوف اولمبي البيجي سنة معناها حاجه نجم نقولوا فوق المتوسط. هو كرويين جمعية تكون يعني قلت لك ريت نحن جمعية عنا دي جون عنا الكبار وعنا المتوسطين فهمتني؟ نتائج مش ماشية مع الأداء غير برك النتائج، نحن نعملوا أداء كبير هذاك عليه راه جمهور باجا ما يقلقنيش حتى باللي زونترولمون ولا في حكاية ما يقلقنيش فهمتني؟ تبديل المدربين أثر شوية بالطبيعة يأثر. أنا انت كي تشوف باركور تاع سي شاكر مش خايب. صحيح غلطة تو تنحيد وانا في حالنا حسب رأيي. خاطر ما نعرفش فهمتني وسبب راهم لاو الرئيس ولاو حتى شيء ما نعرفش كيفاش نحى يمكن هو استقال اما حتى سي خالد راهو اونترونور باهي. رغم اللي علاقتك به ما كانتش باهي. فين في باجا؟ خالد بن يحيى. كرويا تحكي ولا شنو؟ نحكي كل شيء. اي اعطيني كل شيء كرويا. اي. كرويين نلعب عنده جوي بيه وانسانيه
فيش نختلف معاه انا يعني مراني ما عندي حتى نختلف معاه مثل في 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 حاجات هو يمكن كيكا راهو طريقة التعامل نتاعو طريقة التعامل نتاعو صعيبة ياسر مش تاع تونس نتاع اوروبا الكلام اللي يتقال عليه يتعامل باستعلاء مع الملاعبية هذا صحيح ولا؟ اش معنى استعلاء؟ يتعامل من فوق مع الملاعبية يشوف في روحه هو يعني اش قلت لك؟ خالد بن يحيى الملاعب الكبير اي خلي الملاعب الكبير اي متفاهمين لاعبي مازال عايش في الثوب هذاك يشوف في روحه هاني هذا اش قلت لك؟ هذا صحيح معناها ريت سيستي لي زونترونور كيما خالد بن يحيى تاع اوروب فهمتني مش نتاع خاطر نحن التوانسه رانا حساسه باللي ما يكبر في عنا حد من الاخر فهمتني انت كي هو يتعامل مع جوار صغار فهمتني من فوق شنو صار معاه مولا معي انا فما ماتش خرجني في دقيقه 80 ونلعب مرجلين وجوي بي فهمتني هذيك اللي صار معني تحكيت معاه فهمتني ما عجبتوش كيفاش حكيت معاه ليه جمهور سبوا كيف خرجني انا ما دخلني شيء يقال انك انت نحيته من باش هو ما يقولوا يقال اي صحيح ولا والله ليه شنو هو كان هو قال الحكايه هذي نحكي البينالتي اللي نتاع بيسون باش نفسر لك حكايتها نفسر لك جاك بيسون ماشي كيب ناسيونال اللي يلعب معاه كيب ناسيونال يلعب في فرنسا ماركي 8 بونت وجاك ماركي 4 فهمتني قال لي جاك في وسط الجمعة قال لي مراد كي يمشي تجيب بينالتي راني باش نجو تاعين انت حط روحك في بلاصتي ايه تحط روحك في بلاصتي شتقول له؟ قلت له مثال شنو؟ شتقول له انت في بلاصتي؟ قول له كان مدرب قول له مدرب هو اللي يسيدي فوالا هي المدرب شبيه ما حطش البريمير بينالتي مش حاطط هو مش حاطط واضح كان جاي حاط حاطكم متفاهمين صحيح كان جاي حاط مراد الهدلي الاول جاك الثاني نهز الكوره نتحمل مسؤوليتي اما يجي كونترول ما يحطش كون يشوف بينالتي قلت له باهي مش تقول له هو مسكين ماشي كيف ناسيونال واحد مش تقول له ليه قلت له نورمال جاك تفضل هذي مش ما حبي معناها نعرف جاك اللي هو باش يضيعها معناها انا به كي اما كاونترونور غول هو كاونترونور غول يعمل لك بلوك بي يعمل لك اربعه التالي ساعه باهين اما ان شاء الله اخويا ينقص لنا من التعالي كي تلعب ضد الكلوب اللي ما تعدي ماتشات كبار بالعاني في قلبك متكحله مش بالعاني والله ليه والله ليني بالعاني نحب نوري للي 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 قال ما عندوش بلاصه في الكلوب نحب نوري اللي انا عندي بلاصه معناها اللي كورو كيما قيس كيما شكون اخر هو مين اللي اللي مين اللي اعترض ضدي معناها فهمت انت تصور كان تلعب بالخايب جمعيتك اللي تكور فيها باش يقولوا خاطر جمعيته كان مش تلعب بالبي جمعيته باش يقولوا شوف كيف فيها ولا انا ميسي فهمت بعد ماتش بيجا سبوك برشا وهبط ستاتيو يكون اي سبوني برشا اعمل لهم هما عشان يسبوا عندهم ما نحبش شكون يسب لي امي ولا يسب لي بابا ولا يسب لي مرتي ولا يسب لي خويا فهمت ما نحبش فهمت سبني معناها في سبني انا ايزي باهي المنتخب علاقتك مش كبيره برشا ظهر لي مرات في ستاج ولا زوز ظهر لي مش غلط زوز علاش؟ لا غير مرة مشيت كيب ناسيونال وقتها مع سينابير نرجع له تحية مشي معايا وقتها في بلاستي كامل زعاي فهمتني انا زي عندي انا كيف زيت سيرو لي خايب ملي نبكي فهمتني كامل زعاي ما نذكرها متري حساس ما تفوقش ليه يعرفوني ولا تحوم انتي صحابي كامل زعاي مترينا دو سيونس ونلعبوا كوتر المروك وقتها ترينا دو سيونس وكاور هو ايش تحس وانا نكور معناها تريني 10 ايام كاملين يجي دو سيونس غضبتك ما هبطتش وليت نبكي رجعت للوتي مشيت للطبيب قلت له راهي ساقي توجع فين نحب نروح قلت له تصرف نحب نروح طلبت وقتها شكون ما يذولي سرشيد يذولي طلب قلت له راني نحب نروح سي غلغلت وليت نبكي هذا شان ولا كان ولا قلت شان محليين هاي وروحت وقتها من وقتها تفسخت عليك بالمنتخب تفسخت جميل به مراد السؤال اللي يستناو فيه الناس الكل حبيت خليه للاخر انا كلمات كثرت في المده الاخيره على العرض النادي الافريقي شنو هو الصحيح والغلط؟ اش معنى عرض؟ توني كونترا؟ كلموك ولا؟ كلموني شكون كلمك؟ كلموني من الهيئه يوسف العلمي كلمك؟ أهلي حكيت مرة بركة مع سي يوسف أما فما دي زاجون ما كلمنيش معناها ما قاليش مراد هاو كونترا باهي
او كونترا او صح وعم جاي جمع ما صارتش هكا سور جوست فما مكالمات معناها ما فماش رسمي ما فماش صحيح فما كي يكلمك رئيس نادي معناها رسمي كلمنيش رئيس نادي قلت لك صارت مكالمه قديمه مكالمه عندها شهر فهمت معناها ما فماش حاجه اوفيسيال شنو كان ردك؟ قلت لك اي واحد يتمنى اي واحد يتمنى يلعب في الكلوب اي واحد اما المشكله فيه تو انا تو تركيزي الكل اللي هو في باش تحب تتمنى على الجماعه بالطبيعه العباد عاطيه فيك الثقه اي حق العباد فهمت تو عاطيه فيك تو بريسك جمهور كامل عاطيه في انا وفي صحابي الثقه باش نمنعوها قبل دو جورني فهمتني معناها انا ما نجمش نخمم تو في لي كونترا فهمت خويا مركز على باجا معناها اي هو مركز بالطبيعه على باجا اذا كان نقولوا نسبه مئويه قديش تمشي الكلوب من عدم كان فما معنى اوفيسيال ايه علاش ليه تحب معنى نشوف مع بيجا وعلاش ليه انت ما عادش ماكش تو كان ايه ليه برا ما ورا شوف خويا انا عارف راني انا ما عادش نعملهم فازيتك بتاع الصغار فهمت ديما نرجع للرئيس نكلم رئيس بيجا نقول له سي ورا الحقيقه نتاع ربي مرتاح برشا في بيجا سواء مع الرئيس سواء مع المحب الكبير اللي هو طبوبي نرجين طبوبي اللي هو المحب الاكبر المدعم له للجمعيه نقول ما عرفش مدعم امور ما احكي لك المحب الكبير علاقتي بهم طيبه على يعني فهمتني انت كي نحكي مع الرئيس نقول له راني جيني كونتاكت من الفريق هكا هكا وهكا كان تقدر هكا تنقص لي حتى شويه راني صحمك خاطر انا الرابع العشره جاني كونتاكت وقتها في جيبس وقعدت في جيبس فهمتني ما نجمش هو يقول لي برا على روحك مش على روحك فهمتني متسال وحيش يكلمك نعرفوا يحبك برشا والله كلمني والله كلمك شو والله بس خلف رمضان مبروك فما كلمني رمضان تلعب على بعض اي بالطبيعه باهي كانت هذم الاسئله نتاعنا عندنا دوري بريك باش نعملوهم معاك مراد نكملوا بهم في اخر خمس دقائق البدايه مع الكويز الكويز تخممش برشا جاوبني في ساعة في كلمة، شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي تو إي اليوم برمضان أحسن لاعب في تاريخ تونس اللي خلط عليهم راه اللي خلط عليهم إي يوسف المسيك شكون أحسن مدرب تونسي؟ فسر لي فما أحسن مدرب تونسي ايراني ولا اليوم. ايراني اونترولمون نحكي اليوم اونترولمون شنو تحبوا يا اخي ما يعني غني ماله ايراني فما برجو لي فما الاسد الدريدي والمتصرف حشي بالزوز احسن مدرب دربت عنده احسن مدرب دربت عند الاسعد انت اي وين في صفاقس في صفاقس اونترونور غول على فكره اونترونور نحكي لك اونترونور معناه ايراني بغول خدمه اكوتي والله ما عندي بيه حتى علاقه باهي احسن مدرب دربت عنده احسن مدرب شكري سليمة احسن مدرب في تاريخ تونس تعتبر سي نبيل الكوكي نبيل شكون معلول احسن مدرب لباه شكون اقرب لاعب ليك برجا اقرب عندي برجا رغم اللي قلت لي لحظه رغم اللي نبيل معلول قلت لي ما لعبكش في الماتش هذاك اما ليه نحكي تو قلت لي احسن انترونور راني انا صريح موضوعي معناها يعرف يريني ويعرف يدخل في مخ الجوار فهمت وربي معاه باهي اقرب لاعب ليك فهمي معواني فهمي المعواني شكون اقوى جمهور؟ تعرفوا صح فهمي معواني بيان سور هكا تو متلوي يلعب تو يلعب معايا في بيجا كان في عملوا في متلوي صارت له تو بريسير وان شاء الله ربي معاه هذا اقرب لاعب ليك باهي اقوى جمهور؟ كلوب افريكان احسن بونتو ماركيتو احسن بونتو ماركيتو احسن بونتو ماركيتو احسن بونتو ماركيتو يمكن الناس الكل يقولوا ديربي ما مش ديربي خاطر هذاك مع عادي بونتو براسل عادي جدا هذاك بونتو الكلوب مع صفاقس كوتر صفاقس كيف البونتو؟ سونتراج من جابو هزيتها بمعلول وشطها باليسار باهي اكبر شهريه خذيتها قداش؟ 30 مليون اقل شهريه مليون و 200 في اس يو تي 100,000 100,000 ملاعبي خدام برشا ولا واحد يخدم والله برشا باش اول واحد جاي لبالك اول واحد جاي لبالي وسام الحدادي ملاعبي تو بالعكس كالكار ما يحبش لونترينمون يتقلق من الفيزيك وكذا الجو هذاك
اما ملاعب كبير اي مش ملاعب برشا راه ديما الملاعبين ديما الملاعبين الكبار مش مش, مش مش يتقلق مش كركار مش كركار هو هو كيكا فهمتني اما في في الما هو تيجي بالعيد مش كركار راه انا نقول لك ملاعب كبير برشا اما ما يحبش هكا الجري برشا يشوف فيه معني حاجه عنده هو حكايه فارغه فهمت هدف تمنيت لو كان انت سجلته مرات ما كان ملاعبيخ وبوتو تيجاني الكفران عليك دربي شكون القدوة نتاعك؟ فين؟ في الدنيا قوية أحسن لاعب في العالم أحسن لاعب ميسي أحسن مدرب في العالم؟ إيه نحب الهبلة مورينو أنت جاي خممت قلت زعما شنو باش تسألني؟ إيه كانت هذه لوكويز الروبريك الثانية مراد ليكيب تيب ليكيب تيب باهي لعبتي برشا جمعيات مراد مازال دقيقتين باش تعملنا فيهم احسن 10 ملاعبين لعبت معاهم اي لعبت معاهم لعبت معاهم انا باش نسميك خاطر باش على الجارديان هي مشكله الكل في الجارديان شبيه الجارديان الكل متوسطي مش متوسطي معناها نفس النيفو اللي كنت معاهم فهمت سوى الاسد الهمامي سوى دحمان سوى فاروق سوى عاطف فهمت هما متقاربين اي شكون تختار؟ انا بالنسبه لي انا عندي انا عندك الاسد الهمامي عنده اقصى عنده صادق بغير ما تعرف عنده ليه بالرسمي خاطر خاطر ريت الجمعيات في تونس ما عنديش وقت باش نحكي لك اما مش مشكل ميسيلش قول ريت الجمعيات في تونس ما يشوفوش معناها اللي جارديانيات في تونس فما ديما اللي كان طلع واحد ضربه هكا ياخذوه ما ضربش هكا كاع فهمت هذاك عليه باهي كمال في ساعه على يمين على يمين باهي في نحكي لك في تومبوكم راهو حمزه العقربي على اليسار على اليسار علي صار سيل أسامة سيلي أسامة سيلي برشا كورة تطويل لعب آه لا بيجا 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 برشا كورة مطلوب مسا جمعيات يعني في اللاكس في اللاكس مريح وعيفة في الوسط 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 أنت حط روحك ديس وحط لي معك زوز بيفوات ولا عندك شي مايخ ليه نرمال نرمال نحط فهمي معويني ونحط راه نحكي معك بالرسمي راه من قلبي راه اسامه بن عيد نتاع سليمان برشا كوره زين وين لعبت معاه؟ لعبت معاه في سيوتي اوكي برشا كوره القدام القدام نحط راه في توم بوكم راني ما نديش نحط زهي اش بك تبرر لي خويا مليك مليك باش ليه خاطر تدخل تقول اي جوير يطلع بنيفو يهبط زهير وشكون نحط زهير ونحط صابر ونحط جاب ويجيب لي واحد جمعيه يربحني بنفس التربيه يعطيك الصحة مراد شرفتنا بحضورك اليوم كنت خايف قلت تبلبشي ولا حاجة من اللي تعديت مش حكيت مبلبز ما هو ستينس ماني ري أنا قلت لك اللي يهمني كان عائلتي مصغر والمكبر أنا ما يقلقونيش العباد فهمتني خاطر أنا نحب نحكي نحب نفرغ قلبي أما فما ليميت فهمتها واضح يعطيك الصحة مراد شرفتنا بحضورك اليوم شيء طيب الناس الكل أجمل تحيات إسلام